أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في سلسلة جديدة من المشاريع الرسم الميكانيكي باستخدام أوتوكاد ميكانيكال 2013. في هذه السلسلة سنقوم برسم ستيب داون بولي أسمبلي، مشروع ستيب داون بولي اسمبلي، وهذا القطاع المكون لهذا الاسمبلي. اذا هذه القاعده هنا والبولي، في داخل البولي يوجد عندنا بوش، ها هي البوش، وهذا البولي والبوش مربوطه على القاعده بواسطه بولت ووشر ونات. هذا المبدأ. سنبدأ الآن برسم القطع المختلفة. نبدأ بالفريم أو القاعدة. إذا لاحظنا الفريم عبارة عن أكثر من جزء. الجزء الأحمر الذي أمامنا هو قاعدة الفريم، وهي عبارة عن مستطيل 290 × 125 والثيكنس 15. الثيكنس لهذا 15. وايضا عندنا تو ويبز، ويب بهذا الشكل مع كيرف هنا، وويب اخر داعم لهذا الويب اللي هو باللون الاصفر هنا، واللي هو الجاي السطح المائل هنا وهنا، وفي السايد فيو هذا هو. اذا نظرنا من هنا سنرى هذه المنطقة فقط. ايضا في هذا الويب ما نسميه بالبوس، هذه ما نسميها بالبص، هنا عبارة عن 3 ملليمتر. إذا لاحظنا عبارة عن 3 ملليمتر بروز، 3 ملليمتر في نفس سنتر الأرك الموجود هنا، هذا ما نسميه بالبص. وأيضا طبعا في الداخل في عندنا هول، وهذه الهول على 14. سنذهب إلى التمرين ونبدأ برسم السايد فيو. السايد فيو عبارة عن ريكتانجل، هذا الريكتانجل عبارة عن 125 × 15. نذهب إلى الأوتوكاد ميكانيكال ونبدأ بالتنفيذ. هذا هو الأوتوكاد ميكانيكال. في البداية سنقوم بعمل نيو ونختار التمبلت التي نعمل عليها. مرة أخرى نتأكد في هذا التمبلت أن البراوزر موجود والستركتشر اون، إضافة إلى اللاير AM0 الذي سنبدأ في العمل عليه. دبل كليك على التايتل بلوك ونبدأ بتعبئة البيانات. دي ستيب داون بولي، ستيب داون بولي، وقلنا الدي كناية عن الديتيل دروينج. إذا اسم البروجكت ستيب داون بولي، نقوم بعمل كوبي، وفي الدرونج تايتل هو ستيب داون بولي كنترول V. والآن نقوم بكتابة ما تعنيه الدي، وهي ديتيل الدرونج. هذه اللوحة سيكون لنا 3 لوحات، ديتيل واكسبلودد واسمبلي درونج. هنا يمكن للمدرب أو الطالب أن يكتب اسمه ورقمه إلى آخره. أنا سأكتب هنا الانستركتور نيم انجينير إبراهيم، و نقول له أوكي. سنبدأ بحفظ هذه في الفولدر الخاص بها، وأنا سأحفظها في هذا المكان 3D exercises و step down poly. ونقول له save. هكذا نكون قد حفظنا اللوحة، عبينا البيانات داخل هذه اللوحة كما قلت في آنفا. إذا هنا عندنا ريكتانجل 125 وعلى ارتفاع 15 كما هو واضح أمامنا هنا. سنذهب إلى هنا ونأخذ ريكتانجل. ها هو الريكتانجل. أنا أفضل أن نذهب إلى مور ريكتانجلز هنا في هذه الحالة، ونختار ما عندنا من
options، لان عندنا الاوبشنز عندنا نعرف الموضوع الموجود عندنا معروف هو طول الريكتانجل وارتفاع الريكتانجل، نختار هذا هو نقول له اوكي ونضع بداية الريكتانجل سايد فيو لنضعه هنا. الان يطلب منا الاوتوكاد في الاسفل كما نرى specify full base، طول البيس عبارة عن 125 والهايت 15. اذا هكذا رسمنا ريكتانجل 125 × 15. نقوم بعمل موف لهذا الريكتانجل قليلا الى اسفل، موف سيلكت اوبجكت كليك انتر و الى اسفل قليلا. اوكي نعود الى التمرين ونرى ماذا لدينا. اذا هذا الارك هنا ضمن نصف قطر ار 18 يبعد 70 مليمتر عن نهايه القاعده من اعلى ويوجد في منتصفها. لنذهب الى الاوتوكاد ميكانيكال هنا وباستخدام الكونستراكشن لاين كما تعودنا ناخذ هوريزونتال على نهاية بداية الأوفست وفيرتيكال في الوسط. نقوم بعمل أوفست على 70 انتر، واللي نحصل على هذا التقاطع هو سنتر الارك وسنتر الهول وأيضا سنتر البوس. طبعا سنقوم برسم دائرة ار، هذه الدائرة 18. الآن سأقوم بعمل لاين لنتأكد أن 18 أو أكثر. نعاود هنا هنا R 18 yes it's R 15. okay الآن نريد لاين ولكن هذا اللاين من أي مكان لا ندري، سنذهب لنرى من أي مكان هذا اللاين. إن البعد هذا اللاين سوري بعد هذا اللاين 88، لاحظ 88 هنا 88 هنا. إذن يجب أن نحدد في الوسط construction line، نعمل offset على 44 و 44 من الـ other side. نذهب إلى هنا ونقوم بعملية offset في البداية 44 enter لنحدد بداية الويب أي 44 وهنا 44. إذن هذه التقاطع هو بداية الويب ونهايته ستكون عبارة عن تانجنت مع هذه الدائرة. إذن سنأخذ لاين من التقاطع من هنا وتانجنت، لاحظ تانجنت مع الدائرة. Again line من أسفل من التقاطع 44 وأيضا لا نأخذ كوادرنت ولا انترسكشن، نأخذ تانجنت، لاحظ الفرق. إذن هذا تانجنت، أعطاني هنا تانجنت مع هذه الدائرة. نتخلص من بالترم بين هذين الخطين 1 2 انتر و again 1 2 انتر ونتخلص من هذه. لماذا؟ لا أدري. ترم again ترم بين هذه وبين هذه انتر. something wrong here happened، لا ادري ما الخطأ. هناك خطأ بسيط في البرنامج. اها لا يوجد عندنا تقاطع لذلك لم يقوم برسم الترم. كنترول زد نقوم بعمل اكستند لهذا extend لهذا extend إلى هذه enter و okay هنا من الصوب الآخر okay. الآن حصلنا 100% على التقاطع. نعود الحين إلى trim بين هذين الخطين 1 2 enter ونتخلص من الجزء الزائد هذا والجزء الزائد الآخر.
وصلنا على هذا الكيرف، هناك بوس في هذا الكيرف لنرى، لأن هذا هو كما قلنا البوس هنا، قياس البوس فاي 22، وبالتالي سيكون في، إذا نظرنا من هنا سيكون في الداخل، إذا سيكون هيدن لاين، ومن ثم سنقوم بعمل هول على فاي 14 هنا. أوكي، لنواصل، لأن فاي 22 هيدن هنا، نحول إلى هيدن، وفاي ها هي فاي قطر كامل هنا، و 22 هذا عبارة عن البوس. الآن نعاود إلى الـ AM0، نذهب إلى الـ Content ونقوم بعمل هول، أكرر يجب أن نتأكد أن الـ Structure On هذا اللون مضاء باللون الأزرق، Top View في هذا المكان، Enter و 14 فينش. هكذا قد حصلنا على الهول، ما هو الهول والبوس والويب. هذا بقي لنا أن نرسم الويب الآخر، لنرجع ونرى دعونا نرى في الأسفل، رسمنا هذا الويب باللون البيج ورسمنا البوس هذه ولكن من الخلف. الآن بقي لنا أن نرسم هذا الويب الأصفر. الويب الأصفر بيقول لي أنه على ارتفاع 50 و 12 مليمتر من الجهتين. ننسى أذهب إلى هنا وأعمل Offset. دعونا نتخلص من هذه خطوط الكونستركشن أولا، نرسم Construction Line Fresh فقط في الوسط و Offset ونصف الـ 12 6 إلى اليمين، 6 إلى اليسار. أريد الآن أن أحدد ارتفاع هذا الويب، إذن هوريزونتال ونضعه هنا، نقول له أوفست 50 ارتفاعه، هاي 50 من هنا إلى أعلى 50. إذن هذا الويب الذي أريد أن أرسم من هنا إلى ارتفاع 50 إلى هنا وعاود إلى أسفل. بقي لدينا الجروف في الأسفل والهولات الموجودة هنا، لنعاود النظر من هذه الهولات من هنا إلى هنا على 75 المسافة بينهما، والهول على ما أذكر 12، هو 12 لم يذكر ولا بكل أسف هو قيمته 12. لنلاحظ الجروف في الأسفل، هذا هو الجروف، الحفرة في أسفل القاعدة على ارتفاع 5 بطول 200 مليمتر وعرض 62 مليمتر. دعونا نحفر الهولز بالأول ومن ثم نعمل على الجروف. سنذهب إلى أوتوكاد ميكانيكال، كونستركشن لاين في الوسط، والمسافة بين الهولات عبارة عن 75. الآن offset و 75 على 2 عبارة عن 35، 30 37 ونصف. enter. إذن هذه من هنا إلى هنا وهذه من هنا إلى هنا. طبعا الهول داخل القاعدة، إذن سيتحول إلى hidden line، ونذهب إلى الكونتنت ونأخذ الهولز إلى أسفل عبارة عن front وبهذا الشكل من هنا إلى هنا، وقياس الهول كما قلت 12 finish. الهول الثاني يمكن أن أقوم بعمل mirror له أو copy، إذن أرجع إلى home، نأخذ الهول بالضغط على سنتر الهول، سيلكت، نقول له ميرور، الميرور لاين من الوسط
الى هنا انتر. اذا حصلنا على الهول الثاني بعملية الميرور، ساتخلص من هذه الكونستراكشن لاين ديليت، اني بحاجة الكونستراكشن لاين في الوسط ديليت لاجل تحديد الجروف. نذهب الى قياس الجروف الان. الجروف عبارة عن 62 على ارتفاع 5، 62 على ارتفاع 5 ده النصف، 62 عبارة عن 31 وارتفاع 5. نعود الى هنا نقوم بعمل اوفست. دعونا نعود الى اللاير ام 0 والحين اوفست 31 نصف ال 62 والى اليمين والى اليسار لنحصل على 62. الان نريد هوريزونتال من هنا في اي مكان ونقوم برفعه الى اعلى اوفست 5 من هذه الخمسة الى اعلى. الان سنرسم بالهيدن لاين الجروف الذي حصلنا عليه من التقاطع من هنا الى هنا، نواصل الى هنا والى اسفل ونتخلص من construction lines. إن هذا هو الجروف الذي نريده. بقي لنا نعمل فيلت على خمسة الأطراف الويبز هذه. نقوم بعمل فيلت وانتر والقيمة 5. بما نتعامل مع ويبز لأن لا نريد عملية التريم أن تحصل، سنقوم بها يدويا. قل اوكي من بين هذا وهذا، هذه 5 بين هذا وهذا ايضا 5 بين هذا وهذا 5 واخيرا بين الويب هذا هنا مع القاعدة هذه 5. نقوم بعملية التريم مانيوالي الان. نترم انتر ونتخلص من الخطوط الزائدة بين القاعدة ونهاية الويب. هكذا نكون قد حصلنا على السايد فيو للفريم. نلقاكم في الدرس التالي للمتابعة. إلى اللقاء.